لسه صعب، والحلقه هيتم اعلان الفائز فيها مع اخر لعبه وهي قمر الدين. طبعا انت بتحب كتير قمر الدين. انا بعشق قمر الدين. هو هيدا المشروب رمضان الاول. انا بحب قمر الدين، انا بحب قمر الدين بجد مش هزار، وبحبه عصير وبحبه مطبوخ. انا بحبه عصير اكتر. انا بحبه عصير برضه. واحسن واحده تعمل قمر الدين في مصر امي، ربنا يخليها لك. والله حبيبي تحيه. هلا هنشوف مين من السقا او عمر رح يعرف يكسب قمر الدين. انا هشربه. ما هو مش هتشربه بس. ورجعنا بكل الحماس من اغلب السقا، وطبعا عمر منورنا والسقا موجود معنا طبعا منورنا اكيد. قمر الدين، قمر الدين قدامكم ترابيزتين طوال جدا. ومعانا قمر الدين في كوبايه. على كل متسابق ان يمسك الكوبايه ويحدفها. احلى حاجه في العالم دي. طب وبعدين؟ اللي يوقع الكوبايه يخسر. اللي هيجيب الكوبايه لقبل الحفه بتاعه نهايه الترابيزه، يعني اللي كوبايته سابقه كوبايه الثانيه، ياخد نقطه. بالظبط، مش كده؟ ربنا يبارك. طيب لك. نعمل ايه بقى؟ انا هصفر وحضرتكوا هتبداوا. طيب اول كوب هنا، كوبايه هنا، اول كوبايه هنا. يلا جاهزين؟ يس. برافو السقا، اخذت نقطه. برافو، مش مشكله. اتفضل احمد، اتفضل عام. وقعت نقطتين، نقطتين للسقا. واحد اتنين تلاته. الأخيرة دي رائعة. ألف 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 مبروك عليك. 100,000 جنيه. عمرو احنا مبسوطين كتير موجود معنا. فير جيم، فير جيم. أنا بس هستأذنكم في حاجة. اتفضل. أنا كسبان. اللي الجمهور ما يعرفوش إن الراجل ده صاحبي وأخويا بجد. حبيبي. فأنا بعد إذنكم وأنا كسبان أنا هسيبه هو يختار المؤسسة الخيرية اللي هتبعتها. ثانكيو يا صباح. اتفضل مين عمرو؟ اتفضل. حبيبي احمد، انا متشكر جدا وسعيد ان انا كنت معاك النهارده في الحلقه. شرف ليا. وميرسي يا رزان، وميرسي لكل الناس اللي ورا الكاميرا، وميرسي لكل الجمهور. والله انبسطت من قلبي، وشكرا على الهديه الحلوه اللي انت عملتها دي يا سقا. وانا عايز اتبرع بالمبلغ ده لجمعيه رساله. وبكده اتعشت يا كبير.